السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة للجميع مشاهدي قناة بروزان أهلا ومرحبا بكم معي مرة أخرى في هذا الفيديو الجديد اللي غادي يكون مختصر والموضوع ديالو غادي يكون عنده علاقة بالقانون الجديد ديال تربية الحيوانات ولا ما يسمى باللي ديال الباني, الباني ستار ديال الانيمال ولا رفاهية الحيوانات في اسبانيا قبل ما ندخل معكم في الموضوع لأن هادشي تكلمت عليه البارح في اللايف وقلت ربما نخصوا ليه فيديو هاد الناس كيفكروا في المصلحة ديال الحيوان في الكلب في المش في الافاعي في الفيران في بزاف ديال الحيوانات بما ان اسبانيا حكومه ديالها ولا هاد اللي هي تابعه يعني الـ 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 الوزيره ديال الحقوق الاجتماعيه اللي هي ديال بوليموس كيخافوا على الحيوانات ولكن تسالت مع راسي قلت واش كاين شي طريقه ديال اشد تعذيب ديال الحيوانات اكثر من التعذيب ديال في اسبانيا كاين شي طريقة أشد من هذاك التعذيب اللي كيعذبوا هنايا التيران في الحلبات لا هادشي ما دخلش في القانون ديال الحماية ديال الحيوانات ولا الرفق بالحيوانات ما دخلش التيران غيبقاو يتعذبوا كما العادة ولكن تقتل فار كما قلت البارح في اللايف ولا تقتل اللفعة ولا تقتل المش ولا تقتل القنية ولا تقتل أي حاجة فغادي يكون عندك مشكل كما قلنا البارح في اللايف ديال غرامات وربما تقدر توصل بك حتى للسجن انتباه الاخوان ثم انتباه ثم انتباه لأننا نعرف بزاف ديال المنازل اللي كيدخلوا لهم حيوانات يعني وزواحف كثيره قلت البارح الحيوانات المعنيه بالامر هي اللي كتسمى انيماليس بيرتيبرادوس ولا الحيوانات الفقاريه بالعربيه اذا صح التعبير بمعنى اخر ان الحيوانات اللي كيكونوا عندهم عظام وعمود فقري باش ما ندخلش أنا في التفاصيل بزاف، جوجل ديروا الحيوانات الفقارية ولا الحيوانات ذات العظام والعمود الفقري غيخرجوا يخرجوا ليكم هكا ديال الحيوانات، وأي حيوان يعني عنده عظام وعمود فقري فهو صابح داخل في هذا القانون أصبح مجرم أنك تقيسه ولو يتهجم عليك في الدار، علم به ولا شوف كي دير راسك ولا خرج أنت والأولاد ديالك علم يفكوا هاد الناس اللي هما كيرفقوا بالحيوانات المشكل ديالك، لاحظوا معايا. هاد اللائحه في عجلة باش ما نطولش عليكم كما قلت الفيديو غادي يكون مختصر الـ الـ الحاجه الاولى فين كاين ذاك الكلب هو ان الكلاب ولا الحيوانات بصفه عامه اي انسان هنا في اسبانيا بغى يعني يكسب شي حيوان ما يسمى بالحيوانات كما قلنا البارح في اللايف المصاحبه خاصو يدير تكوين دير واحد الدورات تكوينيه اللي قالوا تكون مجانيه ما عرفناش اشنو اللي غادي يعلموا فيها للناس واي واحد غادي يكون مربي ولا كذا فما غاديش يكون اي واحد مربي ديال الحيوانات وانما الناس اللي غادي يكونوا مكونين ومسجلين في واحد الريجيستر ولا في واحد التسجيل يعني اداري ديال الدوله عادي يمكن يكون مربي ويبيع دوك الحيوانات مثلا حاجه اخرى ان دوك الحيوانات اللي كنشوفهم كيتباعوا في السوبر مارشيات قنيه جزران هذه الى اخره يعني الفاع وزيد وزيد نوع على شي تيندا ولا شي محل اللي يعني تاجر فهاد الامر كما قلنا ديال الحيوانات ديال القنيه ديال كذا الى اخره ما غاديش نبقاو نشوفوه فقط هاد الناس غيبقاو يبيعوا الباثيس ولا الحوت دوك الحوتات الصغيرين اللي كي يتباعوا يعني في القريعات ديال المولى دي في دوك الصنيقات اللي عاملين بالماء المشاش الناس اللي كتربي المشاش اصبح اجباري عليهم ابطال على الامور اخرى كما قلنا اللي هي خاصو يكون عنده يعني واحد السجل ديالو ديال ديال التلقيح وكذا الى اخره ولكن بحال الناس اللي كيربيو المشاش مثلا خاصهم اوبليجي عليهم يعني يديروا لهم التعقيم باش ما يبقاوش يولدوا قال لك باش ما يكونش التكاثر لا يوتاناثيا ولا الا بغينا نقولوا الموت الرحيم حتى الحيوانات تسموا عليهم هذا هادل... نطلقوا عليهم هذا المصطلح ديال الموت الرحيم غيصبح ممنوع ممنوع انك تقتل شي حيوان يعني ولو كما كيقولوا بال... يعني بال... بهذا المعنى ديال الموت الرحيم الا في حاله وحده الا كانت شي انفيرميداد يعني كان عنده شي امراض اللي هي ما عندهاش الدواء وكي... ما غاديش يداوها ثاني حاجه ولا هذه الحاجه اخرى اللي كتشوفو معايا هنايا في كاين هذا الراجل واحد ديك الساعه ان سوبرفيسيون ولا يعني المراقبه ديال الحيوانات اللي هي كتكون مصاحبه اللي عند الناس في الدار ما خاصكش يعني ما تشوفهاش مثلا اكثر من 24 ساعه يعني اللي اللي مربي في الدار يعني ما تفوتش واحد المده ديال 24 ساعه خصك تراقبه حاجه اخرى كما قلنا هي ديك كريا بينتا ان ماشي اي واحد غادي يبدا يربي الحيوانات ويبيعهم وانما خاص يكونوا الناس اللي هم مختصين والناس اللي داروا تكوينات يعني على هذا الامر هذا ومسجلين في واحد السجن اللي تابع للحكومه فين كاين داك التمساح هنا كيتكلموا لنا على واحد لاليست اللي غدا تكون قلناها البارح ان ماشي اي واحد غتجيب اي حيوان وتربيه عندك في الدار قنيه حلزون فكرون الا غدا تولي ليست اولا لاليست يعني الحيوانات المسبوح بها يعني تكون كماسكوطة ولا كما كيقولوا لنا في اسبانيا يعني مربيها معاك في الدار ماشي اي حيوان خلاصه القول المهم باش ندوز بكم باش ما نطولش بزاف نقرا معاكم واحد 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 سميته هنايا بغيتكم تشوفوا معايا هذا القانون اللي جات به هذه الحكومه اللي متكونه من البيسوي اوبونيموس أوبو اللي هما اللي ماشي بزاف هاد بيلار نفسها ولا الاخرى اللي معاها اللي هي ديال بوديموس المراد ديال ديال بابلو ايغليسياس اللي دارت واحد القانون ما يسمى بديك السي سي اس سي بالنسبه للناس العيالات اللي كي يعني تمارس عليهم يعني العنف ولا الاغتصاب وكذا ف يعني العوض فاش يحميوا البشريه كما قلنا البارح جابوا قانون اللي كيحمي الحيوانات وانه ربما كيتجرموا الناس اللي اللي تعداوا على الحيوانات اكثر ما كيتجرم يعني راجل مثلا يتعدى على المراه وشفنا هذا القانون اللي جابت هي السيده هذه دابا راه عليه ضجه ما بين هاد جوج ديال الاحزاب اللي مكون الحكومه انه غادي يعيدوا في النظر باش يكون عليه تعديل لان يعني بزاف ديال الناس اللي كانوا مجرمين وداخل يعني السجون بسبب انهم تعدوا على النساء وكذا فذك يعني ذوك الاحكام اللي كانت يعني صادره في حقهم يعني قانونيا بموجب هذا القانون الجديد اللي دارت السيده هذه يعني صبحات العقوبات ديالهم اقل وكاين كاع اللي خرج من السجن وبالتالي جينا بهذه الخزعبلات ديال ان الحيوانات اصبح عندهم حقوق اكثر من ان مثلا المراه تعدى عليها راجل على سبيل المثال لاحظوا معي هنا ستكون جريمه يمكن تسميتها القتل العمد هذه في حالات اذا تعديتي على فار القتل ديال الجرذان والعقوبه كتتراوح ما بين 12 الى 24 شهر في السجن ولكن يمكن تمديدها الى ثلاث سنوات اعتمادا كما قلنا على عوامل التشديد يعني المتزامنه بمعنى اخر سيكلف اغتصاب امراه أقل من هذا الشيء لكن إبادة الفئران ستكون جريمة أو الأسوأ من ذلك أن الإصابات التي لحقت بالفأر ستعاقب بالسجن لمدة ثلاث أشهر أكثر من تلك التي تلحق بالفرد بالإنسان مثلا نعطيكم العقوبات باش ما نطولش بزاف الفيديو نساليو العقوبات هي هذه باش ما ندخلش انا في التفاصيل كامله غتبدا ما بين من 50 اورو وسنتيم حتى ل 200 الف ديال الاورو كما يتم تربيه الديوك مثلا هنا كيتكلموا لنا على الديوك كنعرفوا واحد الرياضه اللي مشهوره خصوصا كاينه واقيلا على ما اظن في مورسيا وكاين في شي عمل ماشي في مورسيا وانما في اندلسيا عموما وكاين في شي عمل اخرى اللي كيديروا هذه الحلبه ديال دوك الديوك اللي كيبقاو كي يدابزوا بهم حتى كيموت واحد هذا الشيء غيصبح ممنوع بزاف ديال الامور اللي الحيوان اصبح عنده فيها الحق واصبح ان الانسان يتعاقب عليه يعني ولو بشيء بسيط الى قصتيه اكثر من انك تعدى على انسان بشر بشر ولا مثلا رجل يتعدى على امراه المهم الاخوان نتمنى <applause> أن نكون حطيتكم في الصوره خلاصه القول ان الانسان يرد البال دياله من الساكريفيسيو ولا بغينا نقولوا يعني من القتل ديال الحيوانات الناس اللي كنجيبوا بلا ما ندخل في التفاصيل الناس اللي كنجيبوا بهايم مذبوحين يعني قنية دجاج كذا الى اخره المهم يرد الانسان باله لان كاين هذا القانون هذا كما قلنا داز يعني في المجلس ديال الوزراء بقى له يعني دوره واحده باش يمشي للصينادو ربما غتكون عليه تعديلات كما قلنا ولكن قانون راه هو اصبح خارج للوجود واي واحد تمادى على شي حيوان كما قلنا ابتداء من فار حنش الى الى اخره فغادي يكون عنده عقوبات جزرية نخليو الفيديو لكم الاخوات هنا باش ما يكونش طويل بزاف نتمنى يا ربي نكون فدتكم ما تنساوش بارطاجوا لايك الفيديو باش تعمل فائده حتى نتلاقاو ان شاء الله في الموضوع الماجي نهاركم مبروك واحبكم في الله السلام عليكم